السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو سابق اتكلمنا على الموقع دوت اللي هو فيوتشر ميديا، اللي هو فيه كل المواقع اللي هي بتاعت الذكاء الصناعي، وقلنا من أسباب الربح إن أنت تشوف موقع يكون قريب من التخصص بتاعك. ممكن أنت تكون شغلك في 3D، ممكن يكون شغلك في البرمجة، فتشوف الحاجة اللي أنت متخصص فيها وتبدأ تشوف إيه المواقع اللي ممكن تساعدك في الشغل بتاعك. ممكن تكون أنت بتعمل مثلا فريلانسر فبتاخد منك وقت معين، فانت ممكن تخلص شغل اسرع، ممكن تكون شغال في شركه لكنها توفر لك وقت، هتديك قوه، ممكن تدور على حاجه تبقى زي دخل اضافي ليك وهكذا. فعلى سبيل المثال دورت على الحاجات بتاعت الانتيريور ديزاين، لقيت الموقع دوت سبيشال اي اي ده بيساعدك في ان انت تعمل تصميمات، بتديله مثلا صوره معينه هو بيبدا يديك بالصوره الاصليه وبيديك صوره مثلا فيها تحسينات، تقدر انت تقول مثلا طب افترض ان في انا بحب ستايل معين وهكذا، تمام. فهو بيبدا يديك افكار وستايلات تقدر ان انت تشتغل بيها. زي مثلا هنا هقول له انا عايز مثلا اني حاجه، مثلا ممكن حمام، مثلا ممكن بيدروم، مثلا ليفنج روم، كيتشن، تمام. اختار مثلا بيدروم، ايه الستايل اللي انت عايزه، تمام. ارفع بقى صوره وقول له ان الصوره دي انا عايز تبقى بالستايل دوت، فهاجي هنا واقول له ابلود ايمج، بيقول لك في تمبليت جاهز ممكن تختار منه. لا انا عايز صوره جديده اللي هي اساس يعني الصدق، لان انا مش عايز حاجه تكون ممكن يكون هو مخزنها ومخزن الاجابات بتاعته جاهزه. لا خلينا نديله صوره كده يبدا يرفعها ونبدا ان احنا نشوفها، تمام. بعد كده بتقول له جنريت، بيقول لك شكرا انت بتستخدم الموقع وادينا فيدباك. طبعا اديك فيدباك لما اشوف النتيجة، يعني مش هشتري سمك، مش هشتري سمك في مية، تمام. فالصورة اللي انا رفعتها اهيت، وده الستايل اللي هو موجود. يعني الفكرة كلها انه ضاف لي افكار جميلة الصراحة، يعني فكرة الموقع بأمانة عجباني. تقدر تعملها داونلود، تمام. هنا عامل لك موضوع ان انت تخش مقارنه، هنا جايب لك التصميم الاخير. فدي فكره للناس اللي هي عايزه تكسب من فكره الذكاء الاصطناعي، ان انت تشوف حاجه تقربها من التخصص بتاعك وتبدا ان انت تتعامل معاها، مع العلم ان لازم جزء بشري يبقى موجود. مفيش حاجه اسمها انا هاخد من الذكاء الاصطناعي من غير ما ابص واحط، يعني هو هيرد على الايميلات، يرد على الايميلات من غير وانا ماليش دعوه ما بصش عليها. لا لازم تبص عليها، وانت الاخير، انت المسؤول اخيرا عن الشغلانه دي.